متابعة يومية لمختلف الشاشات منها الهاتف الذكي والحاسوب واللوحات الرقمية والتلفاز وغيرها لتتجاوز الساعات وتصبح مكثفة وقد لا تكون مراقبة، فينفصل الطفل تدريجيا عن الحياة الواقعية وتنعدم العلاقات الاجتماعية، وهنا قد يصل إلى الإدمان. ديما نستعملوا باشا وديما نحبوا ونستعملوا باشا في الألعاب في باشا حاجات. المختصون في المجال عرفوا في البداية بمصطلح الإدمان على الشاشات بمعنى استعمال مفرط وقهري وما ينتج عنه من أثار سلبية على الطفل. هو ينجر عليه تأثيرات سلبية على الشخص فيما يخص يعني تأثر عليه كسوة في الحياة اليومية، في حياته الدراسية، في حياته العائلية، في حياته الاجتماعية، والتأثيرات هذه ما تخليهش يقوم بالأعمال ولا الأنشطة اللي صغير في عمره وإلا مراهق في عمره من المفروض أنه يقوم بها كالدراسة والترفيه والحياة الاجتماعية والتسلية والمشاركة في الأنشطة الثقافية. الوقت هو جست ما كما أي إدمان، الحاجة تزيد تبعية لها الشاشة وإلا تبعية لها السلوك هذا في حد ذاته، الحاجة تزيد. معناتها يكون الصغير مثلا يقعد ساعة وإلا ساعتين قدام التلفزة ولا قدام جهاز الحاسوب نتاعو ولا قدام التابلت ولا قدام التليفون، يحس بروحه الساعة هذيك ما عادش تكفيه، دونك يحس روحه في تبعية. هذيك علاش قلنا هو استعمال مفرط واستعمال قهري للشاشة. تنجم تخلط حتى لعلامات القلق وعلامات الاكتئاب عند الصغيرات، بالإضافة إلى القلق في النوم وإلى التأخر في النطق إذا الصغيرات كان عمرهم صغير ما يقلش يقل على 3 سنوات. وقدمت العديد من التوصيات لتفادي مخاطر الإدمان على الشاشات ولترشيد استعمالها ومنها الوصول إلى مزاياها، وذلك خلال تنظيم مقهى علمي بمدينة العلوم استجابة لطلب الأولياء. بالنسبة للصغيرات أقل من 3 سنوات ممنوع أنهم يتعرضوا للشاشات، على خاطر الصغير وقتها يستحق باش يكتشف العالم نتاعو، يستحق باش يتحرك، يستحق باش يلعب. بالنسبه للكونسول دو جو والا لوحات الالعاب زاده كيف كيف ممنوع انه يكون صغير عمره 6 سنوات يملك معناتها لعبه او لوحه لعبه معناتها لعبه فيديو او لعبه ذكيه تكون على ملكه الخاص. الحاجه الثالثه بالنسبه للانترنت، ديما نحبذوا انه الصغيرات قبل 9 سنين يكونوا معناتها استعمالهم للانترنت استعمال قليل جدا ويكونوا مرفوقين سورتو باحد الاولياء. اي بي لي ريزو سوسيو يعني با افون 12 ans. فما برشا حدود لاستعمال الشاشات والاستهلاك الشاشات، لابد من ترشيدها في اعمار معينه للاطفال، ولكن تبقى الشاشه مهمه راهو في العمليه التربويه اذا احسننا استعمالها. هذا ووجب اتباع التوصيات السابق ذكرها لتفادي الأضرار النفسية التي قد تصيب الطفل جراء الإدمان على الشاشات.